مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة، شرح تفصيل عقد الدرر في الطرق العشر لنافع لفضيلة الشيخ محمد ابن الشريف السحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، دخلنا مع الناظم رحمه الله في باب فرش الحروف بالنسبة للرواة العشر عن نافع رحمهم الله، وكنا وقفنا عند قول الناظم: أزأل لإسماعيل تسكنا حبيب، كفأ له والقاضي والمسيب. لما فرغ الناظم رحمه الله من كلمات وهو وهي ولهيا وفهو وثم وهو وأن يميل هو، يعني فرغ من هذه يعني الأصل، شرع في الكلام على قوله هزؤاً. أول وقع في سورة البقرة، لأن الترجمة بدأت من الفاتحة سورة البقرة وهكذا. فقال: هزؤاً لإسماعيل تسكيناً حوبي، هزءاً لإسماعيل تسكيناً حوبي، ومعنى حوبي يعني أعطي حوبي، أي أعطي من أعطى. هزءاً لإسماعيل تسكيناً، أي قرأ إسماعيل عن نافع بإسكان الزاي مثل قراءة حمزة. هزءاً هزؤاً وهزءاً، والتسكين هنا للتخفيف، هزؤاً هزءاً. قال: هزءاً لإسماعيل تسكيناً حوبي، فانفرد إسماعيل عن نافع بإسكان زي من قوله هزؤاً في جميع القرآن، حيثما وقع في القرآن فإسماعيل قرأ بإسكان زي. ثم أضاف لإسماعيل القاضي والمسيبي، ولكن في قوله تعالى كفؤاً في سورة الإخلاص، فوافق إسماعيل على الإسكان القاضي عن قالون وإسحاق المسيبي براويه، فقرأ كفؤاً ولم يكن له كفؤاً أحد. وكفؤاً مثل هزءاً، كفؤاً هزؤاً، كفؤاً هزءاً. وأيضاً قرأ حمزة كذلك بإسكان الفاء في كفؤاً. فهذه القراءة السبعية، قراءة سبعية، وقرأ بها إسماعيل بن جعفر في هزؤاً وفي كفؤاً، وقرأ القاضي عن قالون وإسحاق المسيبي عن نافع كفؤاً بإسكان الفاء. هذا ما يتعلق بهذا البيت. قال: هزءاً لإسماعيل تسكيناً حوبي،
كفأ له والقاضي والمسيب. كفأ له أي لإسماعيل، والقاضي أي ثم القاضي، والمسيب أي إسحاق المسيب. فهؤلاء يعني كلهم اتفقوا على إسكان الفاء من قوله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد. هزوء قلنا متعدد، يعني ليس واحدا في القرآن. وأما كفؤا فهو واحد لا ثانية له في سورة الإخلاص. قال هزءا لإسماعيل تسكينا حبي كفؤا له والقاضي والمسيب. زيد هذا ما يتعلق بهذا البيت. وذاك عيسى في البيوت وغير ورش كان عم أخفى. قال وذا، هذه إشارة إلى آخر المذكور في البيت السابق وهو إسحاق المسيبي. ذا اسم إشارة، وهو يعود على هذا اسم إشارة يعود على السابق. فإن كان السابق متعددا، السابق متعدد مثلا هناك القاضي وإسماعيل وإسحاق متعدد هذا، فنعلم أن ذا إشارة إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور وهو إسحاق المسيبي. فلو كان الجميع لقال هؤلاء، هؤلاء، لأن ذا يشار به، وذان يشار بها إلى المثنى، وهكذا ذاني. إذن هذا ذا اسم إشارة لمفرد واحد. فلو كان مذكور هو إسحاق فقط ليس معه إسماعيل ومعه القاضي فلا إشكال، لا إشكال. لكن في البيت السابق جماعة إسماعيل قاضي إسحاق المسيبي، ثم قال في البيت هذا وذا يعود على إسحاق المسيبي ولا يعود لا على القاضي ولا على إسماعيل، يعود على أقرب مذكور. كذلك هو لا يعود على متأخر، لا يعود على السابق مثل إسماعيل ولا قاضي ولا، لا يعود على متأخر، على السابق المتأخر، السابق المتأخر لا يعود على الأول ولا على الثاني ولا، بل يعود على السابق المتأخر. فذا اسم إشارة يقال يعود على أقرب مذكور، اسم إشارة يعود على أقرب مذكور. قال وذا كعيسى، وذا يعني هذا، ذا يعني هذا، فحذف هاء التنبيه للاختصار. فإما أن تقول إذا أردت أن تشير إلى الواحد إما أن تقول ذا وإما أن تقول هذا، فهذا مثل ذا وذا مثل هذا، هذا هالي التنبيه ينبه المخاطب، ينبه المخاطب، لأن هذه أدوات التنبيه. ذا كذلك يا أيها هي نداء ولكن للتنبيه، يا أيها نداء. فالعرب وضعت يعني أدوات للتنبيه للنداء إلى غير ذلك، يعني في أصل يعني أدوات لهذه الأمور للتأكيد، إذا كان الكلام يحتاج إلى تأكيد، إذا كان الكلام يحتاج إلى قصام إلى غير ذلك. هذا أسلوب العرب، هكذا وضعت هذه الأدوة، والمقصود بها هو التنبيه، كل شيء تأكيد أن الأمر جد
وهذا هذا الها للتنبيه، فإذا لم يحتج له أو حذف اختصارا يقال ذا، يقال ذا الرجل قائم، ذا الرجل قائم، ويقال هذا الرجل قائم مثل كذلك. فحذف الها يعني الها للتنبيه إذا استغني عنها، استغني عنها لم تذكر، لم يلفظ بها، فإذا احتيج إليها أتينا بها وقلنا هذا هذا. ولو قال هذا كعيسى يلفى فيكون البيت فيه ثقل، ثقل وهذا يكون البيت فيه ثقل، ولهذا قال وذاك عيسى. ذا أي إسحاق المسيبي كعيسى أي قرأ مثل عيسى، عيسى هو قالون. وذاك عيسى، عيسى اسمه، قالون لقبه، قالون لقب، وعيسى هو اسمه الحقيقي. وذاك عيسى يلفى أي يوجد، يلفى يوجد وذاك عيسى في البيوت يلفى أي يوجد، أي قرأ إسحاق المسيبي مثل عيسى، مثل عيسى في فيما يخص البيوت. لكن ما علمنا أن قراءة قالون من يعني بأي وجه قرأ أو بأي حركة حركة، يعني ما علمنا هذا كله، هذا أحالك على الضرة. وفي بيوت، والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء، ياك. وفي بيوت، والبيوت باء قرأها بالكسر حيث جاء، هذا هذا الضرر. فالناظم رحمه الله استغنى أن يقول قرأ عيسى والمسيبي بكسر الباء، استغنى عن أحالك، قال ما وجدته في الضرار من قراءة قالوا للبيوت هو مثل ما قرأ به إسحاق المسيبي. فيعني أحالنا على الضرار. وفي البيوت، والبيوت باء قرأها بالكسر حيث جاء، واستغنى أيضا عن الآخرين، ما ذكره يعني أن الآخرين يعني غير إسحاق وقالون ما ذكر لنا قراءتهم بأي وجه قرأوا، فسكت عن هذا، سكت عن هذا. وكذلك صاحب الضرار سكت عنها، قال وفي بيوت، والبيوت الباء قرأها بالكسر. فما علمنا القراءة ورش، هل هي بالضم، هل هي بالفتح، إلى غير ذلك. حتى قالون لم يصرح. ثم ليس في اصطلاح قالون أن الكسر يؤاخاه مع الضم، ما هناك اصطلاح في الضرار، ما هناك اصطلاح في الضرار أن الكسر يعني آخاه مع الضم مثل الشاطبي. ما ذكرنا قالوا الدرر، ما ذكرنا هذا الاصطلاح، ما في هذا الاصطلاح. إذن فبأي يعني معنى نفهم أن قراءة الباقين بالضم؟ فهو ليس في الدرر، وهو ليس في تفسير العقد، ليس في الدرار وليس في تفصيل العقد. فقال هذا يعني بالنسبة لصاحب الدرار اعتمد على المشهور، وأن قراءة رواية ورش هي بالضم ومشهورة في المغرب، معروفة شائعة في البلاد. وإذا كان الوجه مشهور ومعروف يستغنى عنه، فصاحب الضرار استغنى لأنه مشهور، لا يحتاج، لا يحتاج إلى ذكر ولا يحتاج إلى نص، مفهوم ولا لا؟ لكن الشاطبي صرح
وكسر بيوت والبيوت يضم عن، وكسر بيوت والبيوت يضم. الشاطبي قيد وكسر بيوت والبيوت يضم يضم عن حما جلاتين وجها على الأصل أقبالا. فانظر كيف الأئمة كيف تعاملوا مع يعني هذه البيوت ومع وغيرها وهكذا. أولا أن صاحب العقد اعتمد على ما في الدرر، ولكن الدرار اعتمد أيضا فيما يخص الضم للورش ولغيره اعتمد على المشهور، اعتمد على المشهور، فاعتماده على المشهور كذلك اعتمد تفصيل العقد على ما يعني ما اعتمد عليه صاحب الدرار المشهور في الضم. فلما قرأ قال وذاك عيسى يلفى، وذاك عيسى في البيوت يلفى، علمنا أن إسحاق وقالون قرأ بالكسر، نحيل هذا الكلام على الدرار. الدرار قال زيد وفي البيوت والبيوت وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء، حيث جاء، فصرح لنا بأن قالون قرأ بالكسر بكسر البيوت. قلنا ما صرح بالضم اعتمادا على المشهور. فابن غازي اعتمد على ما اعتمد عليه صاحب الدرار بن بري، اعتمد ما اعتمد عليه صاحب الدرار. ويحتمل أن الدرار اعتمد على الشاطبي، هذا احتمال، ولكن الكلام اللي هو يعني اللي هو يعني سائغ وهذا هو انه اعتمد على المشهور. لانه لو قلنا انه اعتمد على الشاطبي لاعتمد عليه في كل شيء، لاعتمد عليه في كل شيء. ويحتمل انه اعتمد عليه في الامور الظاهره، ظاهره اعتمد عليه في الامور الظاهره. فكانت عبارة يعني صاحب تفصيل اعتمد على الدرار، وصاحب الدرار عنده من هذه الأمور يعني لم يصرح بورش بأن ورش له الضم، كذلك قال كسر، وليس في اصطلاحه أن الكسر يعني يؤاخاه مع الضم، ما علمنا قراءة هذا. فاعتمد على المشهور، اعتمد على المشهور، وهذا هو يعني الوجه السائغ وكذا. أما الشاطبي فقال وكسر بيوت والبيوت يضم عن، يضم أي كسر البيوت، الكسر الموجود في البيوت والبيوت نكير منكر ومعرف اتصل به ضمير أو تجرد عن الضمير على بيوتكم وكذا، كسره يضم، كسره يضم. والكسر في البيوت هو علبة فقط فلا يكون عليا. وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة، عن حما جلة، عن حما أي عن أصحاب الحما، أصحاب الحما أي الناقلين الأثبات الذين يحمون وجوه القراءات وأنواع القراءات. حما أي أصحاب الحماية الذين يحمون حروف القراءات من التحريف والتزوير. عن حما جلة، جلة أي جلة أي متقنين وكذا، جل الناس، جل الناس هما يعني أتقن الناس وأعظم الناس وأكرم الناس، جلة لأن الجلال هو التعظيم، الجلال هو التعظيم، ولهذا قال جل جلاله أي عظم جلاله، تبارك اسم ربك ذي الجلال أي ذي العظمة والإكرام.
فالشاطبي قال: وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة، أي عن ناقلين ثقات، وهم أصحاب الضم، وهم حفص المرموز له بالعين، والحاق المرموز له وهو أبو عمرو بصير المرموز له بالحاء من حما، والجيم المرموز له لورش من قوله جلة. فأعطاك الرمز القراء الذين قرأوا بالضم، ونبهك إلى أن هذه القراءة، هذا الوجه منقول عن رجال ثقات أجلاء، حما جلة. ثم وجه القراءة توجيه، قال وجها على الأصل، هذا الوجه الضم هو الأصل في البيوت، هو الأصل، لأن بيوت يجمع، بيت يجمع على بيوت، ففعل يجمع على فعول، ضرب ضروب، حرف حروف، بيت بيوت. فالأصل في فعل بفتح الفاء وسكون العين يجمع على فعول، هذا هو الأصل. فالأصل في البيوت هو الضم، وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل، أي هذا الوجه وجها على الأصل أقبل، أقبل معروف، أقبل معروف من أقبل الشيء أي جاء. فيعني إذا جمعنا ما قاله ابن غازي في تفصيل العقد وما قاله صاحب الدرار وما قاله الشاطبي توضحت المسألة، يعني أتم الوضوح، أتم الوضوح. أيضا الشاطبي أحيانا يعتمد على المشهور، هو حتى هو يعتمد على المشهور ولكن في القليل، دقيقة عجيبة الشاطبي، مسائله دقيقة وعجيبة. في هذه الأمور عجيبة ودقيقة، مما يدل على يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الله تعالى نور البصيرة، فنظمه عجيب، من أعجب الشعر، لا من حيث الأسلوب ولا من حيث اللغة ولا من حيث التركيب ولا من حيث القراءة ولا من حيث الإشارة إلى الأمور يعني الغامضة ولا إلى غير ذلك، يعني أمور كثيرة وكثيرة وكثيرة في هذا النظم المبارك. حرز الأماني، وكسر بيوت والبيوت، تقول بيوتي ولا تقول البيوت، وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبلا. قال: وذاك عيسى يلفى، الرجوع إلى تفصيل العقد، وذاك عيسى في البيوت يلفى، يلفى أي يوجد، ألفى أي وجد، ألفينا عليه آباءنا، وجدنا عليه آباءنا. وكسر وذاك كعيسى في البيوت يلفى، تعلق بالبيوت. وأما أصحاب الكسر، قلنا الأصل في البيوت هو الضم، وهو ما أشار إليه الشاطبي. إذن فلماذا كسر قالون ومن معه البيوت؟ بيوت هذه لغة، لكن أن يكون بعد الضم ياء، بعد الضم ياء، فحروف لا تقول لها حروف على البيوت، وضروب لا تقول لها ضروب. لماذا؟ لأنها ليست معها ياء. أما بيت،
بيوت فقصر الباء لأجل الياء، لأن الياء يناسبها ماذا؟ يناسبها الكسر. الياء يناسبها ماذا؟ يناسبها الكسر. فقصر الباء من البيوت وهو خروج عن الأصل لمناسبة الياء، لأن الانتقال من الضم إلى الياء ثقيل، الانتقال من الضم إلى الياء، وإن كانت الياء مضمومة ولكن مع ذلك فانتقال من الضم إلى الياء ثقيل. ولهذا الياء إذا كانت حرف مدين وتقدمها الضم ترجع واو، الياء إذا كانت حرف مدين وتقدمها الضم ترجع واو، والعكس أيضا صحيح، العكس أيضا صحيح، فالواو إذا تقدمه الكسر يرجع ياء، وهكذا. في هذا في التصريف موجود وكثير، هذه في التصريف هذا الأفعال والأسماء إلى غير ذلك، الأسماء المشتقة. إذن فالذي خول القراءة بالكسر من حيث اللغة، لا من حيث الرواية، الرواية مسلم بها، من حيث اللغة الذي خول الكسر هو أن الياء موجودة، فلما كانت الياء موجودة جمع هذا البيوت، كسر الباء يعني فقرأ البيوت، البيوت، وهو أخف من البيوت، البيوت أخف من البيوت. زيد يلا. وغير ورش كان عم أخفى، وغير ورش كان عم أخفى، أي غير ورش وهم حرمي كما في اصطلاح ابن غازي رحمه في الأول، غير ورش وهم حرمي، وحرمي هم غير نافع، غير ورش. أخفوا كنعيمة، أي مثل نعيمة، وهي يعني أفعال معروفة في القرآن، نعيمة لا تعدو ليهدي يخصمون، كل هذه قرأها غير ورش بالاختلاس، الاختلاس يقال له الاختلاس ويقال له الإخفاء، اختلاس ويقال له الإخفاء، وقد يعبر عنه بالإسكان، والأصل فيها الإسكان كما قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله لما ذكر الاختلاس وخلق، قال والنص عنهم في الكتاب الإسكان، والنص عن هؤلاء أصحاب الاختلاس وأصحاب الإخفاء وكذا كذا، النص في الكتاب الإسكان، فالأصل في هذه الأفعال الإسكان. نعمة وقرأ به أبو جعفر من القراء العشرة، قرأ بإسكان العين، نعمة يهدي يخصمون، سكون الخاوة شديد الصاد، قرأ بها أبو جعفر رحمه الله على الأصل، لأن الأصل فيها الإسكان. ونعمة فيها إما أنها من نعمة، إما أنها من نعمة نعمة، وإما أصلها وإما أن أصلها نعم نعم، أو هي من نعم نعم، فمن أسكن فهي نعمة، على نعمة نعمة. وما هذا موصول، نعمة ما موصول، موصول فنعمة هي، فنعمة هي، أي نعمة، أي نعمة إبداؤها، أو نعمة شيئا إبداؤها، لأن قال إن تبدوا الصدقات فنعمة هي،
أي نعمة شيئاً إبداؤها، فهي في محل الرفع فاعل. هي فنعمة، هي فيها نعمة، خلاص راها هي من يعني اختلفوا فيها هل هي اسم أو هي فعل، لكن مذهب ابن مالك رحمه أنها فعل نعمة، وبئس رافعان اسماين. فقوله رافعان اسماين مما يدل على أنها عنده هي أفعال نعمة وبئس، نعمة وبئس رافعان اسماين، لأن الذي يرفع الاسم هو الفعل. ونعمة للمدح، أي إذا أردت أن تمدح تقول نعمة، نعمة. فأدغم الميم في النعمة من الميم ديال ما، نعمة، أدغم الميم في الميم فأصبحت ميم مشددة، قرأوا نعمة. ومن قرأ ناعمة، ناعمة بفتح النون، هذا هو أصلها نعيم، أصلها نعيم. ونعيم لغة في نعم، لغة في نعم، نعيم لغة في نعم. ولهذا قرأ الكسائي فأذن قالوا نعيم، قالوا نعيم بكسر العين، قالوا نعيم، قالوا نعم. الكسائي قرأ قالوا نعيم، فهي لغة في نعم. فمن فتح النون فهي على نعيم، فهي على نعيم. ومن قرأ بكسر النون فهي نعمة، على نعمة، نعمة. أصحاب الاختلاس أن أصلها أصل العين أنها ساكنة، فاختلسوها حتى لا يجمعوا بين الساكنين، لأن الميم المدغمة في النون سكنت، سكنت، ثم التقت معها قبلها العين ساكنة، فهذا مما يجمع يعني مما يكون فيه الجمع بين الساكنين. والجمع في الساكنين العرب تفر منه، ما أمكن الجمع بين الساكنين، العرب تفر منه، ما أمكن، ما أمكن، إذا أمكن. فلما أرادوا أن يفروا من الجمع بين الساكنين اختلسوا العين، أخفوا الكسرة، كسروها واختلسوها، اختطفوا الحركة، نعمة، 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 لا تظهر، لا تشبع الكسرة، أي لا تقول نعمة، 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 هذا اختلاس، نعمة، إن تبدوا الصدقات فنعمة، فتختلس الكسرة، تقلل منها ثم تختطفها، لأن الاختلاس هو الخطف. الاختلاس شنو هو؟ الخطف، الخطف، خطف الشيء يسمى الاختلاس. وفي الحديث لا قطع في خلسة، خلسة في السوق يعني تختلس الإنسان شي حاجة قليلة ياكلها قليله، قال لك لا قطع فيها، لا يعني ليس فيها قطع اليد، لان الاشياء التافهه تقطع الويدو، لا يمكن يتعصر يضرب ولا شي حاجه واخا، ولكن الحاجه التافهه لا قطع فيها. فالقطع يعني حدده الفقهاء في ربع دينار، ربع دينار فما فوق. وأما سارق البيضة
وإن كان لعان الله سارق البيضة تقطع يده، ولكن ما فيها هذه سارق التمرة سارق، يعني هذا ما. ولهذا الحديث هذا لا قطع في خلصة، يعني اختلاس ما فيه شوية في السوق، يعني هذا ما فيه ولا شيء. فرحمة بالناس أن ما تقطع، يعني لا قطع في المسائل التافهة القليلة، لا قطع فيها. هذا هو الاختلاس. ومنه اختطف الذيب الشاة، أخذها بسرعة وذهب بها. اختطف الذيب الشاة، لأن الذيب عنده سرعة ملي كي يهجم على هذا بسرعة خاصو يمشي، لأن عارف أن الناس تابعينه. فهذا هو الاختلاس، يعني في اللغة وفي التعريف دياله، في هذا الاختلاس هو الاختطاف. الاختلاس هو الاختطاف. قال: وغير ورش كان عما أخفى. وغير ورش كان عما أخفى. فقرأ هؤلاء غير ورش بالإخفاء. ورش يعني معناها الرواة الثلاث، أبو يعقوب وعبد الصمد والصبياني، هذو لم يختلسوا. فقرأوا نعيم، نعيم أي أشبعوا كسرة العين، نطقوا بها سليمة من غير اختلاس، نعيم. والكسر كما ذكرنا قلنا هو الهروب من الجمع، الجمع بالساكن، الجمع من الساكن، الجمع بالساكنين. وإلا الأصل هي نعمة، العين أصلها السكون، فمن كسر كسرها للفرار من الجمع بين الساكنين. وأيضا كسر العين لاتباع كسرة النون، لأن النون مكسورة نعمة، وهي أيضا لغة، ففيها الهروب من الجمع، الجمع بالساكنين، جمع الساكنين، وفيها أيضا اتباع الكسرة، اتباع الكسرة الكسرة، اتباع الكسرة الكسرة. ومن قرأ فناعم، فناعم كذلك ذكرنا على أن أصلا نعيم، وما كاينش نعمة، نعمة لا، ما كاينش، كاين نعمة، نعمة. فمن قرأ فناعم، هذا على هذا الوجه، هذا على وجه نعيم، نعيم. قال: وغير ورش كيد كان عما أخفى، أي أخفى حركة العين، أخفى هؤلاء الجماعة غير ورش. وقال كان عما أي كمثل نعمة، فهمني، وأحالك على الضرر، أحالك على الضرر فيما بقي، وهي تعدو ويهدي ويخصم. ايش قال صاحب الضرر في هذه؟ إيه؟ لا تعدو تنمى. إذ أصل بخت ليس في الكل سكون. إذا هذا صاحب التفسير العقد، أحالك على الضرر. إذا مثال، إذا أردت أن تفصل بين قوله كمثلي، ترجع إلى الضرار، فهو قد عدد هذه الأفعال التي وقع فيها الاختلاس، التي وقع فيها الاختلاس. والحمد لله رب العالمين.